في أجواء من الفرحة التي ملأت ابتدائية مزوغ محمد بالعفرون ولاية البليدة، تمثل الحدث بحفل تكريم العشرات من التلاميذ النجباء حول شهادة طالب الابتدائي، ممن تحصلوا على معدلات ممتازة، كما كانت نسبة النجاح 98% بعد جهد وعناء طويلين مع الدراسة. أهنئ جميع أبنائنا الناجحين وأتمنى لهم مسار دراسي حافل بالنجاحات. نتائج السنة الخامسة 2020-2021 حققت المؤسسة 98%، يعني نسبة نجاح ما شاء الله. هذا الحفل يعني كله بفضل الأولياء، هم اللي داروا هذا الحفل، هم اللي ساهموا يعني ماديا معنويا. شكروا كامل اللي قاموا بالحفلة هذه، فرحونا ذراري تاع السنة خامسة، كما أنا عندي وليدي الحمد لله يا ربي تحصل على معدل 9، الحمد لله فرحني. وثاني شكر الشيوخ تاعهم عام كامل، وهما عام مدة 5 سنين وهما معاهم، بارك الله فيهم على كل حال. كما تخلل الحفل عدة نشاطات ثقافية متنوعة من كل الجوانب ليبهرون بلمسات فنية مبهرة لإسعاد الأطفال في هذا اليوم المميز. شكرا شكرا أصدقائي، عندي ولدي مالو. مناسبة تكريم الأوائل في شهادة التعليم الابتدائي، زميلة سيدة المديرة وين اتصلت بي قالت لي أستاذ لو كنت ساعدنا في حفل تكريمي، قلت لها ولما لا، يعني جيت حضرت معها 4 حصص في المؤسسة لهنايا، وين يعني كانوا أطفال يعني كما نقولوا حنا أطفال مميزين صراحة. المناسبة التي أفرحت الجميع والتي كانت محاصرة بجميع الضغوطات من الناحية النفسية والمعنوية لجميع الطاقم التربوي والإداري، أساتذة ومتعلمين وإداريين، إلا أننا والحمد لله وبفضل من الله سبحانه وتعالى اجتزنا هذه المرحلة التي كانت صعبة جدا. ليكون عهد الجيل المتميز حافلا بالعلم والأخلاق والنهوض بالبلاد والعباد لما يخدمهم.